مساء النور والبركة. النشرة الأخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. الجيش يرسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى درعا، والجماعات الإرهابية في درعا البلد تحاول إفشال محادثات التسوية. بوتين يؤكد أن الإرهاب ما زال موجودا في سوريا ويطالب الدول الأوروبية بالانضمام إلى الجهود المبذولة لمساعدة السوريين. طالبان تكشر عن أنيابها وتقمع المظاهرات المنددة بعودتها، وإقرار روسي ألماني بوصولها إلى حكم البلاد. تحرز الاجتماعات بين اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا مع ما يعرف باللجنة المركزية لدرعا البلد أي تقدم جديد، وذلك قبيل ساعة فقط من بدء المرحلة الثانية من خارطة التسوية في المحافظة، والتي تتضمن عمليات تفتيش لأحياء درعا البلد وتسوية أوضاع المسلحين ووضع نقاط عسكرية. ومع استمرار اعتداءات المجموعات الإرهابية على نقاط الجيش وتعنتهم في تطبيق بنود الاتفاق السلمي، تم استخدام المزيد من الحشود العسكرية للجيش للوقوف على تطبيق بنود الاتفاق والاستعداد لكافة الحلول الممكنة. تحية لكم مشاهدينا، نحييكم من محافظة درعا حيث تستمر الخروقات التي تقوم بها المجموعات المسلحة على معظم المحاور في محيط درعا البلد. تزامن هذه الخروقات بطبيعة حال مع استمرار تعنت المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة ضمن أحياء درعا البلد برفضها لقبول الاتفاق الذي قدم كمقترح من الجانب الروسي ضمن خارطة عمل متكاملة. هذه المجموعات الإرهابية المتشددة المتواجدة ضمن أحياء درعا البلد أيضا تسعى بكل الإمكانيات لإفشال هذا الاتفاق، والسعي الدائم من خلال الاعتداء على الأهالي ومنعهم من القدوم إلى مراكز التسوية ومنعهم من إجراء التسوية أو من حتى تسليم السلاح. هذه المجموعة الإرهابية المتشددة إذن تسعى بكل إمكانياتها لإفشال هذا الاتفاق. بطبيعة الحال وتزامنا مع هذه الخروقات من قبل المجموعات المسلحة والاعتداء على مواقع الجيش، بطبيعة الحال تسعى الدولة السورية والجيش العربي السوري لتعزيز نقاطه جيدا في محافظة درعا وفي محيط درعا البلد، لتكون هذه الوحدات العسكرية على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة إليها، سواء إذا كان ما تعلق الحل بالحل السلمي وتم الرضوخ لهذا الحل وتم الاتفاق عليه بشكل كامل وتم بدء تنفيذه بشكل كامل، أو إذا يعني راحت الأمور باتجاه الحل العسكري. وهنا يعني حقيقة الحل العسكري يطفو إلى الواجهة مجددا بسبب استمرار هذه المجموعات المسلحة برفضها لهذا الاتفاق، استمرارها بتعنتها بشكل واضح، وهذا ما يؤكد احتمالية أن يكون العمل العسكري حقيقة ربما هو أكبر بناء على المعطيات المتوفرة وبناء على عدم قدرة هذه اللجان، لأن اللجان المركزية أو لجنة درعا المركزية هي غير قادرة على فرض رأيها على المجموعات المسلحة المتواجدة ضمن أحياء درعا البلد. وبالتالي من الممكن الحديث خلال الايام القليله القادمه، وهي الجزء الثاني من القسم الاول فيما يتعلق بخارطه الطريق. القسم الاول كما قلنا يتعلق بشقين، الشق الاول يتعلق بعمليه تسويه الاوضاع وخروج المسلحين الرافضين لهذا الاتفاق وتسليم السلاح، والقسم الثاني يتعلق بعمليه وضع النقاط العسكريه وايضا انتشار وحدات الجيش واجراء عمليه تفتيش. بطبيعه الحال الجزء الاول لم يتم تنفيذ منه اي شيء بالرغم من التزام الدوله السوريه بشكل كامل وفوري. منذ اليوم الاول ومنذ مطلع الاسبوع الفائت عملت الدوله السوريه بشكل مباشر على تخصيص مركز للتسويه، مركز لتسوية المدنيين، مركز لتسوية الفارين والعسكريين، وأيضا مركز لتسليم السلاح، وأيضا قامت الدولة بتجهيز الباصات لمن هو رافض لهذا الاتفاق، وأيضا الدولة السورية سعت بكل إمكانياتها لتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللوجستية لتأمين ظروف بيئة مناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق. إلا أنه وبالمقابل المجموعات المسلحة تسعى بشكل يومي على فرض الخروقات، على عملية يعني المحاولة بشتى الوسائل لإفشال هذا الاتفاق،
تهديد الأهالي، تهديد الأهالي، تهديد كل من يرغب بتسويت وضعه بالقتل بشكل مباشر، كل من يأتي لتم تسويت وضعه أو تسليم سلاحه. هذه المجموعات الإرهابية المسلحة للأسف، المجموعات الإرهابية الداعشية المتواجدة ضمن أحياء درعا البلد إلى الآن هي السبب المباشر لإفشال هذا الاتفاق ولعدم نجاح أي اجتماعات تمت خلال الفترة الماضية. من الطبيعي أن يتم الحديث خلال الأيام القليلة الماضية على المراحل الأخيرة من الاجتماعات أو القسم الآخر من المرحلة الأولى بما يخص خارطة الطريق، وبطبيعة حال جميع هذه البنود لم يتم الحديث عليها. بالمقلب الآخر أيضا وحدات الجيش على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مهامها، سواء كانت الأمور تتعلق باتجاه الحل السلمي فوحدات الجيش جاهزة لتقف على تطبيق هذا الاتفاق بشكل كامل، جاهزة لتعزيز مواقعها بشكل جيد، أو يتعلق هذا الموضوع بالحل العسكري وهو آخر الحلول والذي قد يفرض نفسه خلال الأيام القليلة القادمة في حال استمرار تعنت المجموعات الإرهابية المسلحة واستمرار فشل الاتفاقات والاجتماعات التي انعقدت خلال الأيام القليلة الماضية. إذن هي حالة من الترقب بهذا المشهد، الأيام القليلة القادمة وحدها كفيلة بما هو بتطورات المشهد، كفيلة بأن تحسم الملف بشكل جيد، وبطبيعة حال الدولة السورية اليوم مصرة على إنهاء هذا الملف بشتى الوسائل وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة درعا البلد ومحافظة درعا بشكل كامل. كنت معكم أنا فراس الأحمد. أصيب 4 أطفال بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات داعش في حي الجبيلة بمدينة دير الزور، ونقلوا على أسرها إلى مشفى الأسد في المدينة لتلقي العلاج. هذا وجاءت الإصابات البليغة بين بتر الأطراف السفلية وإصابة دماغية نتيجة انفجار لغم في أحد المباني المهجورة. منذ حوالي في الساعة 10 صباحا وصول 4 أطفال إصابات أثر انفجار جسم أجنبي بيد أحدهم أدى إلى إصابات خطرة، حاليا طبعا دون 10 سنوات، إصابات في الأطراف السفلية في البطن، إصابات في الدماغ، طبعا حاليا في طفلين بالعمليات، تم إجراء بتر للطرف السفلي أحدهما وفتح بطن لأحد الآخر، في واحد وضع مستقر، أما الثلاث إصابات إصابات خطرة. توجهنا إلى مشفى إلى الهيئة العامة لمشفى الأسد لمتابعة هذه الحالات، وقام الأطباء مشكورين وضمن عملهم الإنساني بتقديم كافة العلاج المناسب لكافة المصابين. تتقاعد بالحارة أجل جابوا أنا مجسخون، جيت تتقدم واحد اسمه يعرب وأجل بعدين بعدين فقعت بإجراء فقعت بإيده أجل وصارت تطلع دخلي طلع الفطور على البيت شوف شلون وشال قول الله يلعبون غادي جو البنايل يا البنايل قاعد يشتغلون بها متعهدية ما هم مخيو لا جابوا هندسة ولا شيء شوف شلون اشتغلوا على العمى هذول صغار ما يعرفون شيء قاعدين يلعبون قول وما اسمع لهال هالانفجار ركضنا من هالولاد لقحين بالقلب وسعفناهم على المشفى. طالب وزير الخارجية والمغتربين الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا. هذا وتصدت وسائط الدفاع الجوي مساء أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيطي مدينتي دمشق وحمص، وذكر مصدر عسكري أن العدوان تم برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التهديد الإرهابي لا يزال متواجدا في سوريا رغم تطبيق نظام وقف إطلاق النار. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، قال إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ليست سهلة بسبب العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري، داعيا الدول الأوروبية إلى الانضمام للجهود المبذولة
في مساعدة الشعب السوري. أبلغنا الشركاء الألمان برؤيتنا للأوضاع في سوريا، حيث يستمر في معظم أراضيها سريان نظام وقف إطلاق النار، لكن التهديد الإرهابي لا يزال باقيا هناك. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تزال غير سهلة بسبب العقوبات غير القانونية التي تم تطبيقها ضد دمشق. نحن نولي أهمية كبيرة للقرار 2585 الذي صدق عليه مجلس الأمن ويخص تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا، وهذا الأمر كان بشكل كبير نتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف، ونأمل في أن تنضم الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا إلى الجهود المبذولة لمساعدة الشعب السوري. أعلن الحشد الشعبي العراقي إحباط كمين إرهابي لاستهداف مقاتليه في الطرمية شمال العاصمة بغداد. وكشف بيان الحشد أنه خلال عمليات تمشيط شملت قرية الغزيلية تمت معالجة منزل مفخخ نصب ككمين للقوات المتقدمة. كذلك بيّن الحشد أن عملية التمشيط تضمنت فتح عدد من الطرق الرئيسة وحرق الأحراش المنتشرة على ضفاف مصبات المياه التي يستخدمها تنظيم داعش كغطاء للاختباء من القوات الأمنية. شهدت محافظة الجوف مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني واللجان من جهة ومرتزقة العدوان المسنودة بطائرات تحالف العدوان. هذا وتركزت المواجهات في منطقة القعيف الممتدة بين مديرية برط العنان وأطراف مديرية خب والشعف، فيما شنت طائرات العدوان غارة جوية استهدفت فيها منطقة المرازيق ذات الأطراف المترامية والحدودية مع نجران السعودية. عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته على حدود قطاع غزة، وذلك تحسبا لمواجهات مع الفلسطينيين خلال يوم الغضب في ذكرى إحراق المسجد الأقصى. من جانب ثاني، عرقلت شرطة الاحتلال دخول المصلين إلى القدس لمنع وصولهم إلى المسجد الأقصى، وشددت الخناق على مداخل المدينة. اعتصم أهالي بلدة سلوان في وقفة أمام خيمة الاعتصام بحي البستان وسط القدس المحتلة احتجاجا على مخطط الاحتلال الهادف إلى ترحيل عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في حي البستان لإقامة حديقة. اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. كذلك نفذ شبان فلسطينيون انفجارات بالألعاب النارية ضمن فعاليات الإرباك الليلي على جبل إصبيحة التابع لبلدة بيتا إلى الجنوب من نابلس. وفي رسالة عنوانها البقاء على الأرض، عقد الشابان عمران الشوبكي ورغد صفتاوي من مخيم عسكر قرانهما قبالة قمة جبل صبيح، فيما جرى وضع خواتم الخطوبة بين قنابل الغاز المسيل للدموع التي يطلقها جنود الاحتلال بعدما استشهد 7 من أبناء نابلس وأصيب 3000
وتم اعتقال 40 آخرين منذ بدء الاحتجاجات الرافضة للاستيطان. رغم الظروف اللي احنا عايشينها احنا اجينا نفرح ورح نفرح، حتى هم يضغطينا احنا رح نضلنا نفرح. جميع بيعرف شو بيته وشو صمود بيته والتحدي اللي موجود في بيته، واحنا طبعا من خلفنا جبل صبيح، الجبل اللي بحاولوا الاستيطان السيطرة عليه وسرقته من أبناء الشعب الفلسطيني. أبلغ مسؤول بحلف الناتو بأن أكثر من 18,000 قد أجلوا من مطار كابول منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية، وفيما أظهرت صور الأقمار الصناعية ازدحاما هائلا في محيط المطار. أكد المسؤول في الحلف بحسب وكالة رويترز أن الحشود ما زالت خارج المطار في مسعى مستميت للفرار من البلاد. إلى ذلك زعم مسؤول من طالبان بالعمل على تسهيل ممر آمن نحو المطار ليس للأجانب فحسب ولكن للأفغان أيضا. قالت منظمة العفو الدولية إن مسلحي حركة طالبان قتلوا 9 رجال من عرقية الهزارة بعد سيطرتهم على ولاية غزنة، داعية إلى إطلاق تحقيق أممي في هذه الجرائم، لا سيما أن 3 منهم تم تعذيبهم. وفي كابول تعرضت صور النساء على واجهات المحلات للتشويه، ما يرفع مخاوف الأفغان من تكرار المعاملة القاسية والوحشية التي تعرضت لها النساء في ظل حكم الحركة السابق. وتزامنت هذه التطورات مع إشارة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن معظم الأفغان غير قادرين على مغادرة بلادهم، مجددة الدعوة إلى البلدان المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء. أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية أن قوات المقاومة الشعبية انتزعت السيطرة على 3 مناطق في ولاية باغلان شمال البلاد من طالبان. من جانب آخر أظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة في حياة الجنرال مولا أشاكزاي قائد الشرطة بولاية بادغيس قبل إعدامه بالرصاص من قبل مسلحي طالبان. وفي العاصمة الأفغانية أيضا فرق مسلحو طالبان بالرصاص مواطنين خرجوا إلى الشوارع رافعين العلم الوطني العملاق في مسيرة بمناسبة يوم الاستقلال. بالمقابل شهدت أفغانستان أمس مظاهرات في عدة مدن ضد الحركة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سقوط أفغانستان بيد حركة طالبان بات أمراً واقعاً، مشدداً على ضرورة منع تفكك البلاد ومنع أي تدخل أجنبي فيها. وأعرب الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو عن أمله بأن تطبق طالبان تعهداتها بضمان أمن السكان المحليين والدبلوماسيين الأجانب، قائلاً إن على المجتمع الدولي مراقبة هذه العملية عن كثب مع أداء مجلس الأمن الدولي دور المنسق في هذا الشأن، ومشددا على أهمية منع تسلل الإرهابيين من أفغانستان إلى الدول المجاورة تحت غطاء اللجوء. من جهتها اعتبرت ميركل أن وصول طالبان إلى الحكم
تطور مؤسف لكنه أمر واقع. قال رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة في أفغانستان إن طالبان طالبت الأمم المتحدة بالبقاء في البلاد ومواصلة الأنشطة الإنسانية، لكن وثيقة الأمم المتحدة حذرت من أن الحركة تبحث عن الذين عملوا مع قوات الناتو أو الحكومة السابقة، وذلك على الرغم من مزاعم طالبان بعدم الانتقام. هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن رغبة طالبان في الحصول على اعتراف دولي هي القوة الوحيدة للضغط من أجل حكومة شاملة واحترام الحقوق. لدينا تقارير موثوقة عن العنف الجنسي والجنساني الذي يرتكب ضد النساء ليس فقط في كابول ولكن في جميع أنحاء أفغانستان. كل هذا يجب أن يتوقف، وهذا مرتبط إلى حد كبير بمسألة شرعية أي حكومة. من الضروري أن تكون هناك حكومة شاملة تمثل جميع المجموعات العرقية المختلفة الموجودة في البلاد، وستكون هناك إمكانية للإخلاء دون مشاكل لهؤلاء الأشخاص المعرضين للخطر ليتمكنوا من المغادرة. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وخالد حسواني. مساء الخير خالد. مساء النور وفاء، يعطيك العافية. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. وزارة الاقتصاد تطلق 36 برنامجا فرعيا لبرنامج دعم أسعار الفائدة. وشركة غازبروم الروسية تكشف عن إمكانية ضخ الغاز من خط أنابيب السيل الشمالي 2 المثير للجدل هذا العام. أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 36 برنامجا فرعيا لدعم أسعار الفائدة بهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع الصناعية والزراعية. ويضم البرنامج دعم إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعية، الأدوات والأجهزة الطبية وصناعة الأقمشة المصنرة وصناعة الخيوط، فضلا عن إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد وغير ذلك. كذلك يدعم البرنامج ترميم المنشآت الصناعية والسياحية المتضررة في حلب وإعادة تأهيل معامل صناعة مادة الخميرة والمتضررين من الحرائق والمتضررين من المستفيدين سابقا من مشروع التحول إلى الري الحديث. أنفقت إدارة المدينة الصناعية في حسياء على مشاريعها الاستثمارية نحو 2,300,000,000 ليرة سورية خلال العام الحالي. الإنفاق شمل عددا من المشاريع في البنى التحتية، منها مشروع متكامل للمنطقة الهندسية يشمل تنفيذ البنى التحتية من صرف صحي وصناعي وطرق ومياه، وبنسبة تنفيذ مادية بلغت 107%. هذا ووصلت نسبة المساحة المباعة المخصصة للمقاسم الصناعية في مختلف المناطق إلى 64%. تتصدر محافظة حمص زراعة الكرمة من حيث المساحة وعدد الأشجار، وقدرت مديرية الزراعة في حمص إنتاج المحافظة من العنب هذا العام بأكثر من 57,000 طن من إجمالي المساحات المزروعة، حيث تعد قرية أبو دالي في الريف الشرقي للمحافظة من أكثر المناطق إنتاجا للكرمة. رغم نقص بعض المستلزمات الأساسية من المازوت الزراعي والسماد، إلا أن إنتاج محافظة حمص من زراعة العنب جيد جدا. قرية أبو دالي في الريف الشرقي للمدينة تعد من أهم الرافدين للعنب للشركة العامة لتصنيع العنب في حمص، ولتشجيع المزارعين تم رفع استلام العنب للكيلوغرام الواحد ل500 ليرة سورية، الأمر الذي رفع السعر أيضا للتجار الذين يشترون العنب من المزارعين للمعامل
الخاصة. نؤكد لإخوتنا الفلاحين دعم هذا المعمل بتسويق بإنتاج العنب، تسليم المحصول إلى هذا المعمل. المعمل العنب ضماني حقيقي لإخوتنا الفلاحين، بوجود المعمل عم توجد تسعيرة ثابتة ليتحرك فيها إخوتنا الفلاحين. هلا التجهيزات للموسم تقريبا بدأت من نهاية الشهر الخامس، وحاليا صرنا بنهاية التحضيرات، يعني الأقسام الاستقبال تقريبا شبه جاهزة، وبالنسبة لموعد الاستلام هلأ في لجان عم تطلع على الحقول وتأخذ وتقيس نسبة الحلاوات. في حال صارت الحلاوات جاهزة نحن على استعداد نفتح بواحد الشهر تقريبا إذا أردت. مستلزمات ضرورية يحتاجها المزارع لزيادة الإنتاج على أمل أن تتوفر بكميات أكبر العام القادم، في الوقت الذي أصبحت فيه الشركة العامة لتصنيع العنب في حمص جاهزة لاستلام المحاصيل، حيث شكلت لجان كشفية للأراضي الزراعية لتحديد تاريخ الاستلام. الإنتاج جيد وفينا نقول جيد جدا، بس تكلفة العنب يعني أقل من التكلفة اللي بنجيبها، مازوت قلة مازوت، سماد ما في، أدوية زراعية غالية، يعني التكلفة هو الشغل قليل جدا. طلبات الفلاحين مستلزمات الإنتاج بشكل دائم في بسبب الأزمة فيها نقص وفيها غلاء فاحش، يعني ضاعفت الأسعار بطريقة كتير صعبة على الفلاح. فلهيك دائما وظيفة اتحاد الفلاحين والرابطة إنها تكون صلة الوصل بين الفلاح وبين المؤسسات المسؤولة عن تأمين مستلزمات الإنتاج له. هلا أهم شيء عندنا طلبات الفلاحين تأمين مادة المازوت. مازوت كتير مؤثر وغالي جدا كمادة حرة، والأسمدة بشكل عام كمان عبء كبير كتير على الفلاح، غير ما له تأثير حتى على وقت البرشو أو بخل الأراضي، ما عم جيب أي نتيجة، يعني كأنه عم يجيبوها ولا شيء، وسعرها كتير غالية. يعني الجهود الحكومية تتجه في الفترة القادمة لدعم الإنتاج الزراعي للتغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ودعم الاقتصاد الوطني. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص. عالميا قالت غازبروم إن خط الأنابيب الروسي المثير للجدل يمكن أن ينقل الدفعات الأولى من الغاز الطبيعي إلى ألمانيا خلال عام 2021. وفي بيان عشية اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، أوضحت شركة الغاز الروسية أن خط السيل الشمالي 2 يمكنه شحن ما يقارب 6 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2021. هذا ويذكر أن إدارة جو بايدن خففت من موقفها وتوصلت إلى اتفاق مع ألمانيا الشهر الماضي لإنهاء خلاف طويل الأمد بشأن خط الأنابيب. في سياق منفصل، قالت وكالة موديز إن إصدار اليوان الرقمي سوف يساعد البنوك في الصين لأن تصبح أكثر تنافسية في قطاع المدفوعات بعد تراجعها وخسارتها بانتظام أمام المنصات التكنولوجية التي حظيت بشعبية أكبر على مدى سنوات. هذا ويعتمد اليوان الرقمي الذي طوره البنك المركزي هيكلا مزدوجا، إذ يصدر البنك المركزي العملة الرقمية إلى بنوك تجارية مرخصة لها باستخدامها، وتديرها هذه البنوك بعد ذلك وتبادلها مع الجمهور. وكان المسؤولون لدى بنك الشعب الصيني قالوا في وقت سابق إن اليوان الرقمي الصادر عن المركزي يوفر حماية أفضل للخصوصية والقدرة على مكافحة الجرائم. من جهة ثانية، استقرت أسعار النفط مبتعدة عن أدنى مستوياتها في 3 أشهر، لكن لا تزال في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية تزيد عن 5%. إلى ذلك أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود. كما نال عزوف المستثمرين بصورة عامة عن المخاطر من النفط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر بفضل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفكر في تقليص برنامجه للتحفيز هذا العام. We'll be right back.
مشاهدينا أخبار الاقتصاد انتهت وعودة إلى وفاء. شكرا يعطيك العافية. شكرا. أهلا بكم. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن البيانات التي قدمتها بعض الدول تشير إلى أن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا ترفع مخاطر دخول المصابين للمستشفى. وعلى الواقع كشفت دراسة بريطانية أن الحماية التي يوفرها أكثر لقاحين استخداما للوقاية من سلالة دلتا تضعف في غضون 3 أشهر. أكثر من 140 دولة حتى الآن يتنفس سكانها هواء مسموما بمتحور دلتا. متحور بات مسؤولا عن أكثر من 90% من جميع حالات الإصابة بعد تحديده في الولايات المتحدة حسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. خطر الفيروس في تصاعد، فبعض الدول تشير إلى مخاطر متزايدة من دخول المستشفى للأشخاص المصابين بالمتحور، ما دفع بمنظمة الصحة العالمية لدق ناقوس الخطر، فيما بدأ كبار مسؤولي الصحة في إدارة الرئيس جو بايدن بالتخطيط للإعلان عن أن معظم الأمريكيين يجب أن يحصلوا على جرعة معززة من اللقاح بعد 8 أشهر من التطعيم الكامل. يأتي ذلك في الوقت الذي رأت فيه بريطانيا أن مزيجا من الأجسام المضادة تقي من الإصابة بالفيروس وتساعد في العلاج منه. ليطفو على سطح المعركة عقار رونا بريف القادر على مواجهة الوباء من خلال المساعدة في منع العدوى والتخفيف من الأعراض الشديدة، كما يقلل من فرص الدخول إلى المستشفى وفق ما أكدته وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا. العلاج بعقار رونا بريف سيكون إضافة مهمة إلى مخزوننا من الأسلحة لمواجهة كوفيد 19. إذن المعركة مستمرة، فالفيروس لا يتوقف عن تطوير نفسه، كما أن المختبرات الطبية لا تزال تعمل على مدار الساعة لإنتاج المزيد من الأسلحة في مواجهة هجمات الفيروس ومتحوراته. ليبقى أمل البشرية في الخلاص من الوباء ينبض بالحياة. وختاما بقي التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. الجيش يرسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى درعا، والجماعات الإرهابية في درعا البلد تحاول إفشال محادثات التسوية. بوتين يؤكد أن الإرهاب ما زال موجودا في سوريا، ويطالب الدول الأوروبية بالانضمام إلى الجهود المبذولة لمساعدة السوريين. طالبان تكشر عن أنيابها وتقمع المظاهرات المنددة بعودتها، وإقرار روسي ألماني بوصولها إلى حكم البلاد. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.